أول مرة أنا أحس بحاجة اسمها اندماج كلي مع الشخصية على المسرح كنت مثلا في سن 35 سنة، تمام؟ في سن 35 ده أنت بتتفرج على شباب أصغر منك وعندهم الحتة دي أعلى منك، يعني 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 بقف مشدوها قدام سعاد حسني وهي صغيره، قدام فيروز، قدام شالي تامبل، قدام الظواهر اللي هي مش شالي شابلن اللي 25 سنه كان قفل الحكايه كلها، زي الناس دي اللي هي زي موتسرت وبتاع اللي هي الابداع سدرويش، يعني مش معقول حد خلص كل حاجه ومفيش حاجه 30 سنه، فانت بيبقى عندك لسه 35 سنه وعندك مشاكل في ميكانيكا التمثيل، يعني انت لسه مش بتعرف تعمل حاجه، لازم تستخدم صوتك كويس، لازم تستخدم وشك كويس، بلاش دعوه بقى انت جاي افرض عندك برد، انا مالي، انت لازم تمثل وانت ما عندكش برد، صح، وبردك البرد بتاعك يروح، عجزت، تخنت، حامل، ولدت، احنا مالنا؟ احنا عايزين ناس منوره. انا قلت الحريه، انا هب المصريين كتير والامه العربيه، انا هب الاهرامات والسكر النبات وحتى الباكابورتات والفول والطعميه. سالوني تهب ايه يا توم، انا قلت الانسانيه، السود والصفر والهنود الحمر والناس اليابانيه، انا هب الباكستان وكمان افغانستان والامريكستان والدنيا الامريكانيه. Should do. Thank you, Egypt. Thank you, Arabs. I love Egypt. I love